قال سليم قلت يا سلمان سويا ما قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا فقال إي وعزتي الجبار سمعني لك هذا البيت فقال إي وعزتي الجبار الله على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب ليش رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسراً